ونقول صراحة كذلك أن ربما المواجهات ما بين الفرق المغربية والجزائرية أو المنتخبات المغربية والجزائرية يعني ما كانتش كتعرف مشاكل بتاتا. اليوم حصل ما 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 حصل. فؤاد قل لنا كيفاش اندلعت هاد الامور وكيفاش انت عشتيها من الداخل من ملعب 8 ماي. نعم يا جلال كما ذكرتي يعني ماشي هذه المره الاولى اللي كيزور فيها فريق نعم. مغربي خصوصا الوداد والرجاء لعبوا في مرات عديده في الصيف نعم. لعبوا في منافسات دوري ابطال العرب لعبوا في منافسات ديال كاس شمال افريقيا ولكن المباريات كانت تجرى يعني في ظروف عاديه يعني فرق يعني وايضا المنتخب المغربي شفنا حضرنا انا وزميلنا وفال حضرنا ايضا مباراه عنابه يعني ما كانش كل هذا التشنج ربما اللي شهدناه يعني في هذه المباراه ربما اندلع في نهايه الشوط الاول لانه كان هناك احتجاج من بعض لاعبي فريق الرجاء البيضاوي هذه امور عاديه ان يعني في نهايه الشوط الاول كيمشيو لاعبين عند الحكم يحتجوا عليه كنشوفوا حتى في بطولات اوروبيه لكن ربما ما فوجئنا به وهو دخول المسؤول الاول على فريق وفاق سطيف اللي هو الرئيس حمار اللي دخل باش يبعد اللاعبين على فريق على الحكم وهذا ماشي الدور ديالو يعني كرئيس فريق عليه ان يجلس يعني في مكان مخصص للمنصه الشرفيه ويجلس يتابع المباراه شانه في ذلك شان باقي المسؤولين على الفريق هذا هو الشيء ربما اللي اجج نوعا ما يعني نعم. الاجواء وجعل ان هناك نوع من التشاحن لو سمحت نعم. فؤاد في المنطقه دي نعم. بالذات يا جلال لانه مهم هل السيد حمار رئيس النادي كان جالس تحت في خلال المباراه وهذا هو الشيء جالس يعني على الدكة. يعني هذا كان جالس في دكه الاحتياط وهذا المساله اللي كنشوفوها كثيرا يعني في منافسه قاريه وهذا مساله مرفوضه بتاتا ان الرئيس تليق برؤساء يعني لا هي هو ماشي لا تليق هي مساله ممنوعه لان من يجلس في دكه الاحتياط كاين كتكون وتذكروا معايا لما الايام ديال الرباعي لما كانوا اربع مدربين في المغرب ان واحد ما كانش عنده الحق لان كاين واحد العدد محدود جلال والاداريين كيكون مسؤول اداري ماشي رئيس الفريق جلال هو هذه المساله وربما حتى ان كاين تلاعب على القانون بالنسبه للفريق نعم. سطيف لانه ربما يسجل حمار كمسؤول اداري تابع نعم. الفريق يعني يقدر دوبل كاسكيت يعني هذا هو المسألة اللي ربما كتجعل انه كان في دكه الاحتياط وشيء اللي يجعل مسؤول اداري ولكن يكون مكلف بجوازات السفر نعم. يكون مكلف بالتغييرات يعني ولا عنده نعم فهو يعني ربما في مباراه في ورقه المباراه والتحايل على القوانين الجاريه بالعمل وهذا شأنه انه كيدفع اللاعبين حتى كيحاول يعتدي نعم. عليهم ربما شيء ما شفناش في الكاميرات بعد نهايه المباراه كما ذكرت هو اللي ربما اجج الاجواء وهاد الشراره هذه انتقلت لمنصه الاعلاميين يعني كنا كوفد صحفي يعني متواجد مع مجموعه من اعلاميين ومجموعه اخرى من اشباه اعلاميين نعم. لانهم لا علاقه عندهم يعني بصيله يعني بوسائل الاعلام شفنا اللاعبين الاحتياطيين ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي ما كانوش يعني مسجلين في المباراه جلسوا ايضا في مرسم الصحافه يعني كيتعلق الامر بالقناوي والحارس بوجاد ولاعب اخر يعني لاعبين اللي جلسوا معنا ايضا كانوا ايضا مسؤولين كيقولوا فؤاد يعني مهنه الصحافه مهنه من لا مهنه لا دابا منصه الصحافه منصه من لا منصه لا نعم وشفنا ايضا مسؤولين ديال السفاره المغربيه ايضا اللي كانوا التحقوا بنا وهذا مع تواجد اعلاميين اخرين جزائريين ولكن انا متاكد ان ثلاث اربع منهم غير صحفيين يعني ناس اللي جاوا جلسوا واللي كانت هناك استفزازات للمجموعه من الاعلاميين واللي نحن يعني فاش كان كيتسجل الهدف كيجيو كيعبروا على الفرحه ديالهم حدانا هذا الشيء اللي جعل مجموعه من الاعلاميين انهم يرفضوا هذا التصرف وان تكون المنصه ديال الاعلاميين مخصصه فقط للاعلاميين نعم. ثم يعني من بعد هدف نهايه المباراه ومن اخلاق المهنه وهذه مساله معروفه من اخلاق المهنه كاين فرق ما بين المشجع وما بين الصحفي حتى في الفيفا يعني يمنع انك تغطي مباريات وتكون حامل القميص ديال الفريق الوطني وتشجع فوسط يعني في وسط منصة عندنا في مجتمعنا العربي وانا بكلمك عن شفتها في مصر كتير جدا نعم. يا استاذ بدر الدين المشجع الصحفي نعم. وللاسف هذا لا يليق انه لا احنا ما حضرناش لحكم لا هذه ما وصلناش لهذه المرحله لا بس في انا هو وقوف الصحفي المزور احنا ما وصلناش اشخاص تم دسهم احنا ما كنتحدوش على ربما الاعلاميين الجزائريين الاخرين اللي كانوا اعلاميين ما قاموش بالتصرفات انا كنتحدث على الناس اللي دخلوا دسهم دخلاء جلسوا في منصه الصحفي واللي استفزوا مجموعه من الاعلام يعني كان نوع من يعني احنا يعني المجموعه اللي كنا كانوا هناك نوع من التعقل نوع من التريث لانه كنعرفوا انه هي اجواء يعني غير وهذا الفريق منتصر يعني فريق سطيف كان حينها يعني الاحداث انطلقت وفريق سطيف منتصر بهدفين لواحد ربما ما
من قدروا اللي صب الزيت على النار هو تسجيل فريق الرجاء البيضاوي للهدف الثاني ديال التعادل في انفاس الاخيره في الوقت اللي الكل كان كيظن ان فريق سطيف يعني غادي يمشي يعني للتاهل. هو اللي جعل مجموعه من المشجعين اللي كانوا قراب من الساده الصحفيين اللي قاموا بالاعتداء. ربما احنا للاسف الشديد اننا في عام 2015 اننا نشوفوا مثل هذه التصرفات في المنافسه بين بلدين شقيقين. ونخليوا هذا مساله ربما امنيه ديال مصالح الامن الجزائري اللي ما تمكناتش انها يعني تمسك بالامور وانها توضع حدود من المكان المخصص للمشجعين والمكان المخصص للاعلاميين. وهذا اللي جعلنا اللي بغيت نرجع ليه ايضا. نعم. وهو ربما حتى ايضا الاعتداء على مجموعه من المشجعين ديال فريق الرجاء البيضاوي. لان شفنا احنا حضرنا حالات يعني سيئه كنشوفوا مشجع جا باش يشان الفريق ديالو وكيتم حمله على يعني في ناقلات الاسعاف. هناك من اصيب بكسر، هناك من يعني دماء ديالو يعني كانت تتناثر. يعني مسائل اللي ما كناش كنشوف ما نبغيوش نشوفوها يعني. وهاد الناس كيلعبوا في يعني في بلد اخر. هي وحده الامن مديوره اصلا باش تحمي هاد الناس، تحمي هاد الوفد المغربي، تحمي اللاعبين ديالو، تحمي المسيرين ديالو، تحمي رجال الاعلام، تحمي المشجعين، ماشي يتم الاعتداء عليهم. وربما هذه النقطه السوداء هي تصرف وحده الامن في حق مجموعه من يعني من لا تتصور جلنا حتى اللاعبين هادو احتياطي اللي كنا كنتحدثوا عليهم فاش بغاو يلتحقوا يعني باصدقاء ديالهم في يعني في 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 المستودع ما خلاهمش يدخلوا الميدان. وحتى انهم البعض منهم تعرض للضرب كالحارس بوجاد من طرف بعض رجال الامن اللي كنقولوا هذا راه لاعب، هذا لاعب راه خصو توفر ليه حمايه باش يتنقل من ارضيه الملعب يتنقل للمستودع. كيقول لك انا ما كنعرف فيه لا لاعب ما كنعرفش انا. اذا كان هناك تقصير من الناس اللي نظموا هذا اللقاء في حق الوفد ديال فريق الرجاء.